اللي عندنا في شيء هون سلايد عن الهدايا. برضو هاي من السلايدات اللي فيها إحصائيات إنه شو أسباب السكندري هيدك. هسا الهيدك تقسم برايمر هيدك سكندري هيدك. البرايمر هيدك هو المايغرين والتنشن هيدك، هاي الأشياء اللي ما في لها سبب واضح. والسكندري هيدك الأشياء اللي لها سبب واضح، تيومر، سبراكنويد هيمرج، منينجايتس. تمام. الموست كومن كوز اوف سكندري هيدك هو انفكشن. اوكي. السكند موست كومن كوز هيد تروما، بعدين بتيجي الفاسكولار والسبراكنويد والتيومرز. معناته التيومرز والسبراكنويد هيمرج هم الرير كوزز. طيب شو الموست كومن كوز اوف برايمري هيدك؟ تنشن هيدك. التنشن هيدك هو الموست كومن لانه هذا بياثر على كل الناس. والمايجرين هيدك بعدها، بعدين بروح الستابينج اكزرشن الكلستر، هذول ليس لايك. اوكي ايش ثاني ولا حطها مش عارف صراحه هاي منها تعال المنيو. طيب انتوا بس تعرفوا كيف الديستريبيوشن اوف هيدكس. الديستريبيوشن اوف هيدكس هاي مهمه. التنشن انه التنشن بيكون باند لايك، ساينوسايتس بيكون حوالين الاي، الكلستر بيكون حوالين الاي، والمايجرين بيكون نص الوجه. هاي بروبورشن اوف ابنورمال ايمجينج ان بيشنتس وذ كرونيك هيدكس النورمال نيورو اكزام. يعني قديش نسبه المرضى اللي بيكون في عنده ابنورمال ايمجينج اذا كان في عنده نورمال نيورو اكزام. يعني مريض مايجرين عنده نورمال نيورو اكزام قديش احتماليه انه يكون عنده ابنورمالتي على الفيزيكال اكزامينشن. فقارنوا المايجرين مع المرضى اللي عندهم كرونيك هيدكس مع المرضى الفولنتيرز ما عندهم ولا شيء، لاحظوا نفس الشيء. معناته there is no need to image الناس اللي عندهم primary headache syndromes. Okay. زي المايجرين. طيب هذا المريض بيقول لك the worst headache of my life. عمره 70 سنة. سبراكنويد. إيش هاي الدياجنوسيس؟ سبراكنويد هيمرج. worst headache of my life. سبراكنويد هيمرج. شو سبراكنويد؟ ذكرها كثير مهمة. طيب شو السبراكنويد هيمرج؟ إيش هو الموست كومن كوز اوف سبراكنويد هيمرج؟ تروما. تروما. تروماتيك. السكند موست كومن كوز نون تروماتيك. طب شو الموست كومن كوز بالنون تروماتيك؟ لا لا مش انفكشن. شو الهيمورج من وين تطلع؟ من انيوريزم. انيوريزم. هاي اسمها بيري انيوريزم. بيري انيوريزم هي الموست كومن كوز اوف هذه اللي اشتغل عليها بيري انيوريزم. هاي بيري انيوريزم. هاي بيري انيوريزم بالايمجن هي اللي بتعمل صبر. بصير فيها رجل. يس. طيب اذا كان في مريض عنده سدن هيدك وذ رايت سايدد ويكنس اند هيستوري اوف هايبرتنشن شو هاي راح تكون؟ right sided weakness and total mild trouble yeah extension stroke right sided stroke or left sided unilateral weakness هذا stroke. طب hypertension شو دخله بالstroke؟ hemorrhagic stroke. اذا هاي hemorrhagic stroke. هاي hemorrhagic. طيب lady تاخذ OCPs oral contraceptive pills عندها severe headache شو الكوز؟ venous sinus thrombosis. venous sinus thrombosis. طيب post cardiac cath headache dizziness vomiting blurred vision و impaired left visual field on examination ايش راح تكون هاي؟ stroke. هاي embolic stroke. embolic stroke من الكاث تطلع embolus torsional OE on examination. ماشي. طيب هاي بروجريسيف هيدك. شو رايكم شو هاي بروجريسيف هيدك؟ وفي ليجن. هاي ايش؟ تيومر. برين تيومر. هاي سبينويدال وينج مننجيوما. المهم تيومر يعني شو شو. طيب هاي كلاسيكال كيس اندرلي واحده عمرها 60 سنه عندها اي اس ار 150 وعندها وجع بكتافها بوليميالجيا روماتيكا وهاي صوره الريتنا. ايش هاي؟ temporal arteritis giant cell arteritis. giant cell arteritis. ماشي. طيب شو بكون عندهم giant cell arteritis؟ vasculitis بالtemporal artery. حسن اذا بترد على التليفون temporal arteritis. اوكي كيف بتشخص temporal arteritis؟ biopsy temporal artery biopsy. ماشي. ممكن يكون false negative لانه هو granulomas. granulomas بيكون فيها skip lesions ممكن مش لازم تكون موجود في كل مكان. تذكر هيك شيء؟ يعني الارتري مش كله بيكون في الجرانيولومز. ممكن اذا اخذت بايوبسي من مكان مش مصاب تكون نيجاتيف. اوكي؟
طيب هاي temporal arteritis أو جين سيل arteritis. طيب هاي كمان كيس مشهورة، واحدة عمرها 40 سنة كانت تأخذ oral contraceptive pills، عندها headache، هذا headache بيجي in the morning بكون associated with cough، أنت double vision أو diplopia. بتعرف شو صفة الهيدك الناتجة عن الانتراكرينيال بريشر، زيادة الانتراكرينيال بريشر؟ زيد مع اللافين. زيد مع اللافين كافين، زيد مع أي شيء يزيد الانتراكرينيال بريشر، وبكون in the morning أكثر شيء. morning headache increases with cough, with laughing, with exertion. طيب ماشي، هاي شو عندها؟ طيب عندها بابليديما. ايش عندها بابليديما؟ هاي علامة الزيادة بالانتراكرينيال بريشر على الريتنا اسمها بابليديما. هاي عندها بايلاترال بابليديما. البايلاترال بابليديما تدل على وجود زيادة بالانتراكرينيال بريشر. هاي عندها سودو تيومر سيربراي او ديزيز اسمه ايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن. اوكي هاي ممكن تيجي بالسيرجري، ممكن تيجي بالمدرسه. سودو تيومر سيربراي ايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن. تمام. كان يوني لاترال شو يكون السبب؟ ممكن يكون مش يعني ممكن يكون ايش، ممكن يكون تيومر بالاوبتيك نير، اوبتيك نير بالجليوما، ممكن يكون اي مشكله يونيلاترال دروب. نعمل شير سكرين صح. طيب خلينا هاي الخطه